القمر معروف ويطلق عليه هذا الاسم من بعد اليوم الثالث من الشهر أو الليلة الثالثة من الشهر، ثلاث الليالي الأولى، وهذه فائدة مهمة قيدوها نحتاج إليها. الثلاث الليالي الأولى من الشهر يكون هلالا، بعدها يكون قمرا، بعدها يكون قمرا. فالليالي الثلاث الأول من الشهر يكون هلالا، ونحتاج إليها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم، أو كان إذا رأى الهلال، كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلام والإسلام. هذه ما تقال في الليلة الخامسة أو السادسة أو السابعة لأنه أصبح قمرا، وإنما تقال في الثلاث الليالي الأول التي يكون فيها هلالا، ويحرص على المبادرة من أول الشهر. لكن إذا ما تنبأ في الليلة الأولى الليلة الثانية، ما تنبأ في الثانية الثالثة. أما إذا صار قمرا فيكون فات وقت هذا الدعاء اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. كان يقول ذلك إذا رأى الهلال، أي في أول الشهر. وهذه الدعوة في أول الشهر مناسبة تمام المناسبة، ودائما دعوات النبي عليه الصلاة والسلام تأتي بالمعاني المناسبة للأوقات مناسبة تامة. والشهر عندما يرى الإنسان الهلال في أوله يكون بداية شهر جديد، بداية شهر جديد، فيناسب أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في مبدأ هذا الشهر الجديد أن يهله الله باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، وفي رواية بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام.